المشاركة ديالي في برنامج الزمن الجميل كانت يعني بالصدفة، حتى عرفت أن كاينة مسابقة الزمن الجميل، فعرفت الشروط ديالها، لقيتها موالمة مع الشخصية ديال علي المديدي، فقدمت لها والحمد لله تختاريت من بين 100 مشارك في الأول. 100 مشارك تصفات 50 تصفاو 30 تصفاو 20 وتصفاو 10، والحمد لله كنت من هاد العشرة هادو، والحمد لله مثلت المغرب ومثلت الفن المغربي بشهادة الجمهور أحسن تمثيل. هذا هو الربح عندي الحمد لله. فهاد التعليق هذا أن علي المديدي هو اللي يستحق ياخذ اللقب، بالنسبة لي هذا هو اللقب الكبير، أن الجمهور يحب علي المديدي هذا الحب، هذا يحطوه في واحد القيمة كبيرة، بالنسبة لي يعني إنجاز كبير ويعني لقب ما كيتوصفش، يعني ما عندوش قيمة معينة، قيمته فوق الوصف. كنشكر الجمهور المغربي اللي دعم علي المديدي واللي ساند علي المديدي، وكنشكر كل الفنانين اللي دعموا علي المديدي من هذا المنبر هذا. الفنانة دنيا باطمة اللي كنشكرها من هذا المنبر، كتبت ديك تدوينة على الانستغرام، لانها مرات من نفس المرحلة، مرات من نفس التجربة، وحنا كمغاربة وكفنانين مغاربة وكجمهور مغربي وجمهور عربي كيحب الفنانين المغاربة، كنقولوا لهم احنا جايين واخا اننا ما ربحناش، وخير دليل دنيا باطمة ومجموعة من الفنانين اللي ما فازوش باللقب ولكن بينوا وسط الساحة الفنية انهم قدها وكما ادها وادود كما كيقولوا. فنتمنوا ان نكونوا عند حسن ظن الجمهور المغربي ونكونوا متميزين ان شاء الله وسط الساحة الفنية. بالنسبة لعلي المديدي هو كيحب الطرب الأصيل، يعني كان تسلطن وأنا كان غني الطرب الأصيل بطبيعة الحال، وأنا كان تسلطن الجمهور حتى هو كيتسلطن وكيتستمتع، فغنبقى متشبت بالطرب الأصيل بطبيعة الحال. أعمالي الفنية غتكون طربية شبابية بتوزيع راقي بتوزيع جميل بكلام يعني مفيد، فنتمنى إن شاء الله نقدمه شي حاجة مفيدة للجمهور المغربي. علاقتي بالفنانة الكبيرة العظيمة أسماء المنور علاقة كلها محبة، كلها سلطنة، كلها تواضع ما شاء الله من طرفها، فعمرني صراحة شفت شي فنان بذاك الشكل هذا، فنانة متواضعة جدا يعني محببة عند الجمهور. بالنسبة لي قدمت لي بزاف الحاجات، يعني فقط نظرة، ديك النظرة ديال المحبة ونظرة ديال أنت فنان مغربي مشرف، بالنسبة لي هذيك كتعطيني واحد القيمة مضافة، واحد طاقة إيجابية كتخليني أن نبدأ أكثر، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالها وعند حسن الظن الجمهور المغربي والفنانين المغاربة. نتمنى إن شاء الله تكون شي أغنية، يكون شي عمل مشترك، بالنسبة لي غادي نكون فرحان بزاف بزاف، لأن فنانة قديرة وكتحترم الأذواق وكتحترم يعني المعايير ديال الفنان، فكنشكرها من هذا المنبر شكر جزيل جدا. عقد خليجي مغربي مصري، يعني مجموعة من العقود، أي عقد غادي يقربني من الجمهور غيخليني قريب من الجمهور كعلي المديدي وكفنان فمرحبا به، أي عقد غيخليني بعيد على علي المديدي على الجمهور المغربي وعلى علي المديدي كشخصية وكشخص علي المديدي يعني في أسلوب حياته في شخصيته الخاصة فلا مرحبا به. زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشان بلظى هواك تسعر، وإذا سألتك أن أرى حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. تحياتي لكم.